UR4food هو شغفنا بالطعام بعيداً عن المأكولات المجمدة أو تلك المكررة في مطاعم مللناها جميعاً. نحن نعتقد بذلك لأن ولعنا ليس بالطعام فحسب، بل كذلك بالذين يبدعون في تحضيره وطبخه والذين يهوون تناوله. نحن لا نطلب الطعام ليسد جوعنا فقط، بل ليروي أيضاً هيمنا وليقربنا من بعضنا البعض وليعود بنا إلى ذكريات تشعرنا بالدفء والحنين. كل هذا ممكن مع أور. دعنا الآن نلقي نظرة على كيفية عمل التطبيق. إن كنت ممن يحبون الطبخ فإننا نريد التعرف عليك أولاً وأن نمنحك الفرصة لتطلع الآخرين على تقاليد وتراث بلدك في الطعام ولتستعرض لهم مهاراتك في فن الطبخ وكما يليق بك. فلتبدأ ببناء مطعمك الخاص في موقعنا مرفقاً بالصور والفيديوهات لإبداعاتك في الطبخ وتحضير الطعام ليشاهدها العالم كله. اجعل من ملفك الشخصي نقطة الانطلاق إلى أحلامك بأن تكون طباخاً وصاحب دخل في آن واحد. اجعل من مطعمك الافتراضي هذا مرتكزاً لحلم سيؤول حقيقة بأن تكون سفيراً لما تهوى وتعشق. حدد الأسعار كما تريد ونسق قائمة الطعام الخاصة بك كما تشاء، وربما ترغب في خوض تجربة استضافة زبائنك في منزلك أو إنشاء قائمة مأكولات صحية لذوي الدخل المحدود لتوصيلها من قبلك أو استلامها من قبل زبائنك. إنه اختيارك. أور يمنحك كل شيء تحتاج إليه. أما بالنسبة لزبائننا من ذوي الذوق الرفيع فلا يمكن أن يكون استخدام أور أكثر سهولة. ببساطة قرر ما الذي تبحث عنه. عندئذ قائمة الطباخين وطهاتي ستظهر لك. الآن الخيار لكم، سواء أردتم استلام طلباتكم بأنفسكم أو إيصالها إليكم أو حتى اختيار نزول ضيوفاً على طهاتكم في الوقت الذي يناسبكم. إن تقييم الطباخين البارعين يتم وفقاً لعدد النجوم المستحصلة من زبائنهم وتجربتهم لمأكولاتهم، ومن ثم يتم تصنيفهم من خلال خوارزمية خاصة لتكريمهم بواحدة من إحدى الرتب الفريدة الثلاث. طاهي شيف القبعة البيضاء. ليحصل طبخك على ذي الرتبة وينال قبعته البيضاء عليه أن يقدم 19 طبقاً أو أكثر، وأن يصنف كل منها بثلاثة نجوم كحد أدنى في كل من فئاتنا التقييمية، وهي الطعم، الوقت، النظافة، الكمية والسعر. بطل الطهاة القبعة الخضراء، يعني أن طبخك قد قدم 25 طبقاً أو أكثر وكل منها نال المزيد من التقدير بالحصول على 4 نجوم في كل فئة من فئاتنا التقييمية الفريدة. سيد الطهاة القبعة السوداء، هذه المرتبة العليا لا ينالها إلا الطباخ الذي يحصل على 5 نجوم في كل فئة من فئاتنا التقييمية ولكل طبق يقدمه لما مجموعه 40 طبقاً أو أكثر. عندها فقط سترتدي قبعة سيد الطهاة بكل جدارة واستحقاق. كفانا إضاعة للوقت في مطاعم مللناها ازدحاماً وغلاءً في السعر. فإذا ما ترك بابك ضيف غير متوقع أو صديق اتصل ويريد إمضاء بعض الوقت معك، فلماذا لا تجرب شيئاً مختلفاً أو بالأحرى شيئاً أفضل؟ إن كنت ممن يحبون الطعام الشهي واستضافة الذواقين، وإن كنت أيضاً ممن يرغب بتحقيق الأرباح وتحويل منزلك أو حديقتك إلى حلمك في أن يكون لك مطعمك الخاص، أور يقدم لك هذه الفرصة لتقابل أناساً يشاركونك ذاك الشغف وتشاركهم تلك الوصفات العائلية الخاصة. فبالمشاركة تحلو الأوقات. مع أور لن يفتقد أحد الطعام الجيد.